تتعلق بالجهات الخدمية، الوزارات، يمكن احنا ما بنتواصل مع المسؤولين على طول، بنحاول يعني في بعض الأحيان ان نجمع مجموعة ملاحظات ونتواصل معهم مرة واحدة. تابعنا أخ موسى وشكرا لمداخلتك. اتصال آخر. هلو، مساء الخير. طيب، انقطع الاتصال. نبلش بأبرز مضامين ومحاور خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه اليوم، ومن بعدها رح نرجع لاتصالاتكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني صباح اليوم وبافتتاحه للدورة العادية الأولى لمجلس الأمة على أن الأردن سيتجاوز كل التحديات وسنصنع الكثير من القليل، ووجه جلالته الحكومة ومجلس الأمة لتوفير كافة المتطلبات للسلطة القضائية حتى تتمكن من القيام بدورها ضمن مدة زمنية محددة كي يكون القضاء ركيزة لتحقيق العدالة. وشدد جلالته أيضا على أن القطاع العام والخاص شركاء حقيقيين في وضع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية، وعلى الحكومة الابتعاد عن المركزية وأيضا التشاور مع الجميع وإعلان الخطط للمواطنين بشفافية ليتم التقييم على أساسها. وأضاف جلالته أنه من الضروري الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك حتى يكون رادعا لأي ممارسات فردية تسيء لتمثيل الشعب، مع تأكيده على ضرورة تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع وعلى جميع مكونات الدولة تنفيذ القانون بدون محابة. وأكد جلالته أيضا أن على الجميع أن يوازن بين العدالة والمصلحة العامة من جهة وضمان مصلحة الأجيال القادمة من جهة أخرى باتخاذ القرارات بعيدا عن الشعبية الزائفة والمصالح الشخصية. وأوضح بأن مجلس النواب والمجالس البلدية مساءلون أمام الجميع وعليهم القيام بمسؤولياتهم على أساس المصلحة العامة. وبين جلالته أنه إذا لم يهب المجتمع الدولي إذا لم يهب المجتمع الدولي لمساعدتنا في مواجهة الأزمة السورية، فإن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح أرضنا وشعبنا. وأيضا شدد جلالته على أن الأردن مستمر في الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتهويد القدس، وملتزمون أيضا بدعم الأشقاء الفلسطينيين في مفاوضات الحل النهائي حسب مبادرة السلام العربية والمواثيق الدولية. وأيضا حيا جلالته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على دورها الهام في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته. يمكن هذه كانت أبرز مضامين خطاب العرش لجلالة سيدنا الله يطول بعمره، مواضيع بتهمنا جميعنا، موضوع الأزمة السورية وموضوع مجلس النواب وما يحصل في مجلس النواب، وأيضا الخطط والاستراتيجيات المهمة جدا لأردننا في المرحلة القادمة. بناخذ اتصالاتكم. واتصال، ألو، مساء الخير. تفضل. مساء الخير. مساء الورد. يعطيك العافية ستي. أهلا وسهلا. ستي بدي أغلبك. بس أتعرف عليك بالأول. شادي أبو زيتون. أهلا وسهلا. بس ابعدني عن التلفزيون يا شادي إذا سمحت. على راسي. ستي أنا رحت قبل يومين. نعم. بدي أشتري جرة غاز كاملة. نعم. تمام. نعم. فرحت على مقر غاز بسويلح ببيعه، مكتب غاز ببيعه. تمام. فبحكي له بدي جرة غاز، أنا بعرف سعرها بشكل عام، يعني سألت الناس كلها بيحكوا 45 دينار. نعم. تمام. فبتفاجأ إنه بيحكي لي 50 دينار. حكيت له على إيش؟ بيحكي لي 50 دينار وما بقدر أبيعك كمان. قلت له ليش؟ بيحكي لي إنه يعني المصفاة موقفين بيع الزرار الكاملة، قال إنه عندهم عجز. لما دفعت له 50 قال له هو إيش؟ باعني جرة. فأنا بدي أستفسر عن هاي الشغلة، يعني بدي أشوف يعني إنه الحكي هذا صحيح ولا إنه هيك تجارة، يعني بس إنه بيتاجروا. يعني هلأ شادي أنا بدي أحكي لك شغلة، يعني هدول أصحاب وكالات الغاز مع احترامنا لألهم، بعضهم هلأ ببيع فعلا كتجارة، يعني ممكن يزيد 5 دنانير أو ينقص، زي يعني بدنا نقارن مثلا اسطوانة الغاز بسعر حليب الأطفال، بسعر بعض المواد الغذائية الرئيسية اللي رفعوها التجار بدون يعني إنذار سابق وبدون ما أصلا تقتضي الحاجة إلى رفعها. الآن إنه يعني أنت ممكن تتوجه لمصفات البترول إذا أنت بدك تشتري جرة غاز، ما أعتقد في ماركة مكانهم رح تأخذها بسعرها الأصلي، لكن هاي الوكالة أتمنى أنك تترك لي اسمها تحت الهواء. نعم.
خليك معي شادي، شكرا لمداخلتك. يعني انا بس بدي، يمكن ما اعتقد انه رح يكون في هالحساب العسير لوكالات الغاز اللي بتبيع ب 50 دينار وباكثر من سعر الجره الطبيعي، يعني احنا يمكن 40-45 دينار، لكن بعض التجار بيرفعوا على كيفهم. هلا حتى هذيك اليوم صبيه بتقول لي العطور سعرها مرتفع، يعني علبه العطور اللي كان الواحد يشتريها ب 25 دينار مثلا الان تباع ب 35 وب 38 وب 40 دينار. وايضا حليب الاطفال من فتره كنا بنحكي بعض النوعيات اللي كانت ب 6 صارت ب 8، اللي كانت ب 12 صارت ب 16. ما في طبعا مبرر. اللوز، الصنوبر، كثير مواد، يمكن انا عم بسمع هون وهناك مواد غذائيه سعرها ارتفع بدون مبرر. وايضا هلا عم نسمع عن جره الغاز، لكن اي شخص بحب انه يعني بده يشتري جره غاز يتوجه لمصفات البترول الرئيسيه بيشتريها بسعرها الاصلي. ناخذ ريحان، مساء الخير. الو، السلام عليكم اخت عروب. وعليكم السلام، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا هلا اخت عروب. بس معلش بدي اخذ من وقتي بس دقيقتين اذا سمحتي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. وانا بنتخي بالشعب الاردني، الشعب الاردني كريم وشعب دائما عنده رجول وعنده توافق. نعم. انا بس بدي اشير على جلاله سيدنا امبارح حكى، يعني اليوم حكى بخطابه عشان الفساد وما فساد، وشغله الفساد هي معروفه وين ما تروحي. نعم. انا بس بدي احكي لك كلمتين. انا كنت بالمجلس الاعلى للشباب، انا كنت فن صيانه وكان معي عقد 5 سنوات فن صيانه لاحدى بيوت شباب المجلس الاعلى. نعم. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. شغلة الفساد معروفة، أنا امبارح حكيت يعني على جور السات، يعني عشان الفساد ما فساد، أنا ما بدي أحكي على الثلاثة هاي، لأنه في مفسدين كثير، وأنا يا ريت إنه المسؤولين يعني ياخذوا برأي أي واحد، بس بدي أحكي لك كلمة، إحنا بنشتغل في إحدى شركات الخاصة في إربد. نعم. إحدى الفنادق بإربد. إحنا مجموعة يا أخت عروب. نعم. احنا يعني هسه قاعدين بفصلوا فينا، صاروا مفصولين من عندنا 9، وصاروا يحطوا محلنا سوريين. احنا لنا عائلات، طبيعي علينا عائلات وعندنا لوازم وعندنا شغلات، والله العظيم الله يعلم الواحد شو يعني، الله يعلم كيف عايشين. نعم. فمش شلون يعني المشكله اخت عروب، انه اللي بتواسط للشغلات تاعي هم اولاد بلدنا، يعني معلوم. احدى مدراء الفندق هو اردني، راح على مدير مكتب عمل البد وعلى المفتشين، وانها شغله المفتشين انه في سوريين بالفندق، وقام يعني قام، ايش كنت احكي لك اياها، يعني احكيها عادي وما تخاف يا ريحان. احكي لي، عندنا سوريين، وبما انه عندنا 9 سوريين بالفندق. نعم. والله العظيم واحنا 9 الان بالشوارع، والحبل على الجرار، لانه مدير الفندق دكتور محترم، انا ما بدي اذكر اسمه على الهواء، دكتور محترم باحدى جامعات بدرس، باحدى الجامعات وهو قدير، لانه بعرف مدير مكتب عمل اربد، كل ما يطلع المفتشين بروح بشطب المخالفه على الفندق. احنا شو ذنبنا؟ احنا شو ذنبنا؟ كيف يعني بتنشط بالمخالفه على، انا بعرف انه يعني في تجاوزات، بس لمرحلة انه يوصل فيهم انهم يعني يروحوا على مكتب العمل ويعني يحكوا مع المدير. نعم. عم بسمع، تفضل. انا اقصد بالحلقة بحكي معك، انا عندي 7 اولاد. انا ما بحكي لك عن نفسي، بحكي لك عن زملائي. طب انا شو ذنبي؟ انا يعني اسلم بدك حاشي البيت، انا شو ذنبي؟ شو ذنبي انه ابن بلدي يكحشني برا ويجيب سوري بحلي 120 دينار؟ انا شو ذنبي؟ احنا شو ذنبنا؟ شو ذنبنا الاردنيين؟ صرنا نتعامل يعني والعقد مش علينا الحق على المسؤولين. يعني انا مش عارف شو بدي احكي لك، ولا انا عارف شو والباقي على رب العالمين. انا اشكي 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 واقول لك وخطيت اولادي كلهم برقبه المسؤولين. بس خليك ريحان، وخلي ريحان خليك ريحان. اقول لك انا ما بدي احكي، ما بدي احكي اكثر من هيك، بس ما بدي احكي، انا ما بدي احكي اكثر من هيك. طيب واحد كبير بجوز صغير.
طيب ريحان، الله انا بدي توحد الله بس والاردني، الله لا يسامح كل الله واحد، لا يسامحهم، الله لا يسامحهم ولا يسمح عنهم لا بالدنيا ولا بالاخره، وجهنم وبئس المصير. اردني على التلفزيون يشكي شكوى، ولا عمره ما طلع اردني يشكي على التلفزيون، ولا عمره طلع الدبع لاردني على التلفزيون الاردني. ليش هيك؟ ليش هيك؟ طيب ريحان خليك معي، علاء خذ لي رقم ريحان تحت الهواء بالحلقة، أنا بدي أحكي مع وزير العمل بهاي الحلقة، زملائنا مكتب وزير العمل، وزير العمل إذا ما رد بتحكوا مع مكتبه، الآن بدي وزير العمل معنا على الهواء، بدي أشوف هل مدير مكتب عمل إربد بناء على يعني زيارة صاحب فندق لإله بتخرب بيت 50 إلى 60 موظف بصرفوا على عيال عشان يشتغلوا السوريين، نصدر أولاد بلدنا برا نوديهم على الصين عشان تنبسطوا يا مسؤوليننا، نرحي يعني نضحي عليهم نرحلهم نهججهم، والله أنا ما أعتقد إنه الناس هاي بتقدر تعيش في بلد غير الأردن، ولا في حدا بيستقبلها أصلا ولا في حدا رح يطلع عليها بعين الرحمة. مش حرام عليكم؟ ما بتعملوا لآخرتكم؟ ما بتتقوا الله من يوم أسود بستناكم؟ ما بتخافوا الله من عذاب القبر اللي بكرة بتكم تنحطوا فيه؟ الله أكبر، أقسم بآيات الله أنه اللي عم بيصير يعني حرام وأكثر من حرام، يعني خطيت هالعالم هاي، أنا مش عارفة إيش بدي أحكي، حتى اللجم لساني بطلت عارفة لا كيف بدي أرد ولا كيف بدي أحكي. زلمي مش عم يحكي يشحد، بقول لك أنا بشتغل وفي برقبتي 7 أولاد، تروحني لمجرد إنه عطوفة الأردني، وأنا آسفة إنه هذا الشخص اسمه أردني، لأنه لو أنت أردني وتربيت على أرض الأردن ورضعت حليب أردني ما كنت بتضر أولاد بلدك على فرق 100 ليرة، لكونه الله معطيك إن شاء الله ربنا. أي شخص بيروح أردني أو بيطلع أردني من بيته أو بيروح أردني من عمله على فرق 20 ولا 100 ولا 200 إن شاء الله الله بيحط بنعمته بليلة ما فيها ضوء قمر، يشحد الملح ويحس بألم هالناس هاي اللي أنتوا عم بتجوعوها وعم بتشردوا أسرها في الشوارع. اطلبوا لي وزير العمل الآن في الحلقة وأعطني فاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، يعني زملائنا يمكن شغالين هلأ على التواصل مع وزارة العمل، بدي أشوف يعني بس هل بطل عنا مخافة من الله ولا ذمة ولا ضمير ولا أخلاق لمرحلة إنه إحنا أبناء البلد الأردني اللي مستأجر عندك 100 ليرة تطلعه عشان تسكن سوري، 6-7 أسر سورية بدفعوا لك 300 دينار على فرق 200 ليرة بطلع الأردني بتشرده في الشوارع، أنت صاحب ملك وعندك فنادق والله فاتحها عليك بتروح الموظفين الأردنيين عشان 100 وعشان 20 وعشان 50 دينار وبتشغل مكانهم سوريين، والأدهى والأمر إنه أنت بتتواصل مع المعنيين في مكاتب العمل حتى أنت تغطي اللي عم تعمله على العمالة الغير مرخصة عندك، وإحنا طول نهارنا تلولح يا داليا وبنحكي على الهواء في إجراءات وفي ضبط وفي رقابة وفي عمالة وافدة، ولا إحنا بس بنركز على المصريين والعمالة الوافدة السورية مش محسوبة؟ مش منطقي اللي عم بيصير نهائيا. لو في شخص عنده ذمة وعنده ذمير وعنده جنس الأخلاق ما بيروح أردني لأي سبب كان، إذا إحنا كنا عاطلين ببعض معناته إحنا ما نستغرب أي إشي بيصير فينا، يعني والله العظيم ما بعرف من أعمالكم سلط عليكم، الله يلطف فينا بس هذا اللي بدي أحكي. أبو ينال تفضل. يا أبو ينال وبشكرك على هالبرنامج اللي بالفعل قاعد بوصل صوتنا. تسلم. معلش تفضل. بديش اطول، مشكله العماله السوريه كل ما لك تتفقم في البلد. انا فاهم. غير لي مكانك يا ابو ينال. انا في منطقه بس هي ممتاز، يعني الصوت عم بيقطع عنا على الهواء، شو المشكله؟ هيك مليح؟ تمام تفضل. بحكي لك مشكله العماله السوريه الوافده صارت تتأثر على الولد أكثر من أي عمالة وافدة ثانية، وما بعرف يعني في إشي غريب في الموضوع. أنا ساكن في منطقة في عمان. نعم. مشكلة الوافدين السوريين والأخوة السوريين، أحكي إنهم أخوة سوريين لأن كلنا عرب وأخوة. نعم. يعني فتح محلات تجارية واستثمارات. نعم. كل سوري بيفتح قاعد مصلحة بعد. ما بيشغل فيها أردني نهائيا. مزبوط مزبوط. بتوجع المصلحه بتلاقي 12 و15 مزبوط مزبوط. طب وين الرقابه هون من وزاره العمل وزاره الداخليه؟ ليش ما يجبروهم على انه لازم يكون في نسبه معينه زي الدول الاخرى؟ مثلا لو جينا للسعوديه لازم يكون اقل شيء، يعني ما بين 10 عاملين لازم يكون 3 سعوديين. نعم. طيب انا ابو ينال انا شاكري مداخلتك، تابعنا يعني احنا يمكن كالعادة بيكون موضوع الحلقة